الجزء 39 بعنوان علاجه تلك المخلفات. فبعد إرساء دعائم المدارس وأخذ العمل في السير الطبيعي، بادر بالاتصالات وتوجيه أنظار المسؤولين إلى الحالة المزرية التي فيها هذه المجموعة المدرسية. ولم يكن السهر على تسيير هذه المجموعة المدرسية المترامية الأطراف هو وحده الذي يقض مضجعه، ولكن مسؤولية القيام بالتفتيش أيضا مما يشغل باله ويأخذ اهتمامه، زيادة أن المناطق المسؤول عنها شاسعة وأعرف المسالك، فتشمل مجموعة أسني وركان وتلاتن يعقوب سدلالات كركوست أمزميز أي تعلي أي تورير توانا. استطاع أن يتصرف تصرفا مرضيا بما أوتيه من فتوة ونشاط وحزم وعزم وحسن تدبير ونقاء الضمير وصفاء السلوك، فكان النجاح حليفه في جميع أعماله وقدم نتائج حسنة. من الدعائم التي اعتمد عليها في مأموريته التفاهم السائل بينه وبين رجال السلطة الذين لهم الكلمة النافذة بالسكان ولهم إمكانيات مادية ومعنوية، وبمساعدتهم يتمكن من زيارة المدارس الجبلية الوعرة المسالك من حين لآخر، وبمساعدتهم فرضت المراقبة على المدارس البعيدة حتى لا يعبث العابثون بالتجهيز وإتلافه، وبمساعدتهم تمكن من سد الثغرة المفرطة الناجمة عن العزوف عن المدرسة والانقطاع عنها وكراهية الإقبال إليها. وكان يكرر الاجتماعات المخصصة للتوعية والتوجيه بتصوير الأمية والجهل والمرض والتأخر عن الركب الحضاري في صور أعداء تجب محاربتها والانتصار عليها، ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم. وأحيانا يطول النقاش ويعبر بعض الآباء عما يخامر أفكارهم المحدودة ويستولي على أفهامهم القصيرة، ويجعلهم يزهدون في إرسال أبنائهم إلى المدارس ويحتجون بأن بعض الأبناء يقضون في المدارس 7 سنوات أو 8 ثم تستغني عنهم المدرسة بعد رسوبهم بامتحان الالتحاق بالثانوي. فيجيب عن أمثال هذه الاحتجاجات